لو عندك فرصة انا هسألك السؤال ده بطريقتين، فلو جبتني في الاولانية طبيعي اوكي، ما كده هرجع لك بشكل تاني. وعندك فرصة تضم حارس من خارج الاهلي، تضم مين؟ حارس جديد صعب، سؤال صعب. في هناك الكثير من الحراس الجيدين. طب اسالك تيبو كورتوا. مش مسموح في مصر. وقال لك تيبو كورتوا. انت بتثق في حراسك؟ بلجيكي من عنده. بلجيكي من عنده. بلجيكي طبعا. انت عندك ثقة في حراسك لهذه الدرجة؟ نعم نعم، انا ليس في حاجة الا البحث، انا عندي كامل الثقة في حراسي، في موهبتهم. نحن لدينا اربع حراس موهوبين. انا لا ارى لماذا يجب علي ان اذهب للبحث عن حارس مرمى جديد. حراس، اقول لكم ان الاهلي لدينا سنوات طويلة نستطيع ان نعتمد عليهم وعلى الاجيال القديمة. نحن لدينا اذا الشناوي الخبرة زائد ثلاثة شباب، وهذا هو النموذج الافضل. نعم، اقول لكم لدينا 10-15 عام امان في حراسه المرمى في الاهلي ان شاء الله. لو قال لك انا خلاص، قال لك انا مش ههزم عقائبي وانا قاعد في مصر، خلاص ارتبطوا. اليسا كمان عامله